المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من إشكاليات قانونية وواقعية اعتبرها أهل القانون تهديدا جوهريا لحرية التعبير والصحافة في تونس، مثل محور ندوة علمية انتظمت بمدينة قفصة. أن هناك انتكاسة للحقوق والحريات والمبادئ اللي جابها الإعلان العالم لحقوق الإنسان، وخاصة حتى القوانين الوضعية في تونس، سواء دستور 2014 ولا بقية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات. شفنا كونه هالمرسوم هذا أنه باش يقيد هذه الحريات. المرسوم للأسف جاء بعبارات عامة فضفاضة واسعة، لم يراعي أي خصوصية لأي مجال، لا للصحافة لا للمحامين لا لأي جهة أخرى يمكن أن تكون بحكم عملها مطالبة بنقل أخبار أو بنقل عبارات أو جمل أو كلمات قد تعتبر إساءة للغير. مراجعة المرسوم عدد 54 أو تعديله باعتبار خطورته على حرية التعبير والصحافة بما تضمنه من مفاهيم ضبابية أثار مخاوف الحقوقيين والصحفيين خلال هذه الندوة، وفيه رجوع على أعقاب قوانين سابقة ضامنة لحرية الرأي والتعبير في ظرف خاص تمر به البلاد. في الواقع حتى مرسوم 115 و116 احنا كصحفيين ما عادش باش يحمينا في ظل ما تحمله فصول هذا المرسوم 54. هذا المرسوم الهدف منه لسنا ندري هل هو ترصد المعلومة أو ترصد الرأي أو ترصد الخبر، فبالتالي هذا المرسوم على ضبابيته تلك يشكل خطرا كبيرا على الرأي والمعلومة على حد سواء. ويتزامن هذا اللقاء وتونس تحيي الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسط مخاوف حقيقية من رقابة استباقية يسمح بها المرسوم عدد 54 على الصحف والمؤسسات الإعلامية، وخوفا من قوانين زجرية صارمة حددها هذا المرسوم.